سلام صح والسلام صح وسلم اللهم صلى صلي الله عليه وسلم وسلم وزد وبارك. هنا سائلة تقول أنتم تتكلمون عن الجنة وعن فكيف جمال المرأة وكيف جمال الحورية، فما أدري أبو حاتم يمكن عندك معلومة ولا جمال الحور عندك. أنا سمعت أبو حاتم، سمعت وقرأت في جمال الحور أنك من شدة جمالها ترى وجهك في خدها، ومن شدة جمالك ترى وجهها في خدك، ومن شدة جمال الحور لو تلوح بخمارها في المشرق عطر طيبه في المغرب، ولو يخرج طرف بنانها للدنيا لغطى ضوء بنانها ضوء الشمس، ولو بدا معصمها للدنيا لتزخرفت الدنيا وتزينت من شدة جمال هذه الحورية. فنساء الدنيا يفضلن في الحسن والجمال ب70 ضعف على الحور العين. عاد شوف، بل هي ترأس الحور العين يعني. يا سلام، الحور هي اللي أعلى درجة من الحور العين. بس إيه؟ الفكر كيف نصل إلى هذه الجنة، كيف نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وكيف نجتهد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن حسب تصرفها مع زوجها. إن هو حسن فحسن، وإن هو سيء تقول زوجته في الآخرة قاتلك الله فإنما هو عندك عندك مثل ما تقول، وعندنا القرار، عندنا مقر، عندك ممر وعندنا أيوة ولا ضيف، هو عندك ضيف أي من هذا الكلام. يا فليش تخلين الحورية تقول قاتلك الله، خليها تقول بس أنا عندي تعليق على هذا. عندي تعليق على هذا. أولا الحورية اللي دوختنا وخلت كثير من الناس يعبد الله الليل والنهار، ها زين يا أخي، حلو، فيها خير جزاها الله خير. يعني كل ما ورد من الأحاديث في وصف الحورية لا يقارن بوصف الإنسية. نعم نعم. ولذلك جمال الإنسية إذا دخلت الجنة 70 ضعف جمال الحورية. نعم أكبر. فاحرصوا على 4 هو يا ابو فارس. اتذكر في حديث العائشة رضي الله عنها تقول يعني فيه لقاء يكون ما بين نساء الدنيا وما بين الحور، فالحور يقولون نحن الناعمات صحيح، ونحن الراضيات، ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا، ونحن القائمات، يعني عدة وصف لها. فنساء الدنيا يقول نحن المصليات فلا صليتن أبدا، ونحن الصائمات فلا صمتن أبدا، ونحن يعني يذكرون من عبادتهم نساء الدنيا. فتقول عائشة رضي الله عنها فغلبنهن، يعني لما جاء المقابلة ما بين الحور والنساء الدنيا نساء الدنيا غلبنهن. ولذلك يتخاصمون الرجال على النساء يوم القيامة، إذا هلك مثلا 4 رجال هلكوا عن امرأة، يعني امرأة تزوجت رجل ثم مات ثم تزوجت بعده ثم مات، لو نقول مثلا 3 أزواج إلى 4 أزواج، الله ثم يبعثهم ثم يبعثهم الله سبحانه عليهم القيامة، كل منهم يريد هذه إذا هي من أهل الجنة. يا سلام. ليش؟ لأنها 70 ضعف جمال الحورية، فأنا أولى بها، فيبعث الله 4 في صورة واحدة في طول واحد في جمال يوسف، ثم يخيرها الله سبحانه وتعالى أن تختار أحدهما. فماذا تختار؟ تختار أحاسنهم خلقا. لما تأخذ من 4 سوء، 4 يكونوا يحاربون عليها، لأنه يدخل إذا دخل الجنة بزوجها من الدنيا أبرك لك، أبرك لك من أخوك من الحور. يا سلام. نعم، الحورية جائزة مكافأة لك، لكن زوجتك في الدنيا إذا دخلت معك الجنة فهي ملكة. هذا الشيخ محمد بن قدير على الشايب الموجود قال عاد كرهتها في الدنيا، عاد اكتبيها تلحقني يا شيخ محمد بن الآخرة لما عاد بيها لو تنقلب لا بتنقلب بيتمنى. هذا واحد من أخواننا السودانيين داعية في مسجد ويتكلم عن الحور الحين العين الحين ولا بعدين، لا والمصلين يعني متحمسين منه، من ضمنهم واحد شايب كل شوي هو يتقدم اي لين وصل الشيخ قال ومع ذلك كله فان زوجتك في الدنيا
هي يعني الأولى قال لا خربتها أنت خربتها كذا حنا ما نبغى الزوجة اللي في الدنيا قال يا أخوي في الدنيا في الآخرة يا أخي تختلف اختلاف كليا ما هي بزوجتك هذه اللي في الدنيا تتغير 90 درجة قال أضمن أنت الحين دخول الجنة بعدين يصير خير طيب أخوي السودانيين ماذا أبو موسيع ما هم يقولون يقول ما لاقيها إلا يمين اللي أصحاب الكهف ناموا 300 سنة وصحوا ودخلوا الجنة أبو رابع الله أبو رابع في الكنترول تسمع طيب أبو فارس تعطينا من القصيدة الجميل ولا قصة يعني اليوم صراحة أخذنا مواضيع دسمة جدا فودنا بتغيير المود تبغى قصة ولا قصيدة نحبها ثنتين قال الله يرحمه كان يعطيها كلها اللي يخلط بالنسبة للقصيد في قصيدة كلها حكمة الشاعر المعروف الكبير شاعر الحكمة الشاعر ناصر عبد الله بن ناصر الطلحي الرجل من قبيلة هذيل وشاعر نحييه على الهواء مباشرة وافتخرت وتشرفت بمعرفته يوصي ولده ناصر فيقول البارحة ساهر والليل طال